السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا شيخنا. شيخنا يعني حضرتك ما موقفك من الجماعة النصارى اللي بيطلعوا ينصروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا أبي أنت وأمي يا رسول الله، وفي الآيات الواردة فيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ والله احنا عندنا يعني في أحيانا كل عموم أحيانا تكون له استثناءات، فالنبي يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله أعلم محبتهم صديقة، لكن لنا وإذا كان يحبوا محبة صديقة أمنوا به. النوايا يعلمها الله، لكننا نبني على الظاهر. الظاهر أنهم نصارى، والظاهر أنهم يدافعون عن النبي. أبو طالب عم رسول الله كان كافرا وكان يدافع عن رسول الله ومن قلبه.